احنا لايف دلوقتي. اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره شيماء حسونه، اهلا بضيوفنا اللي موجودين. احنا معانا كمان الناس على الفيسبوك، فنحب كده نتعرف بحضرتك ونعرف الناس بحضرتك. أنا دكتورة شيماء حسونة، خريجة كلية صيدلة جامعة اسكندرية، أخصائية تغذية علاجية وأمراض سمنة ونحاس. اهلا وسهلا بيكي، منورانا أهلا بيكي. ومشرفانا يا دكتوره على الصفحه، منورة المدرسة. احنا معانا طبعا مجموعة كده من البيرنتس، وممكن طلبة وممكن جميع السنوات، يعني السن مختلف يعني. فاحنا منورين كلكم، اهلا اهلا بيكي. ده شرف ليا طبعا. الله يخليكي، منورة. طيب نبتدي كده واحدة واحدة، قبل ما الناس هتلاقي الناس داخلة واحدة واحدة كده. احنا في رمضان تمام، بقى، رمضان كريم. الصيام بقى، زمانهم نايمين دلوقتي. ايوه، لا لا بس هيحضروا دلوقتي حالا، هتلاقيهم حاضرين. تمام، ابتدي ولا ايه؟ اتفضلي. يا اوكي، احنا طبعا عارفين ان رمضان من الشهور اللي يعني احسن الشهور اللي ممكن نستغلها ندخل لنفسنا فيها عادات جديدة، لانه اصلا رتم الحياة بيتغير ورينج الحياة عندنا بيتغير، بنلاقي عادات جديدة داخلة لنا، الاكل بيبقى بمواعيد، النوم بيبقى بمواعيد، فده اللي بيخلينا نقدر كمان ندخل لنفسنا عادات جديدة وتبقى عادات صحية ونقدر نكتسبها في رمضان وتكمل معانا لحياتنا كلها بعد رمضان. فاللي أنا عايزة أقوله، أهم حاجة علشان خاطر نقدر نكتسب العادات دي، أهم حاجة تنظيم المواعيد في رمضان. كده كده المواعيد متنظمة، واحنا عندنا الفطار بميعاد والسحور بميعاد والنوم بميعاد والصحيان بميعاد، بس كمان ممكن نخلي الأكل بمواعيد، إننا نقسم الوجبات على مدار اليوم، وده من أحسن الحاجات اللي بتحسن الحرق في الجسم وبتكون صحية للجهاز الهضمي طبعا. فلو نقسم الوجبات على مدار كل ساعتين أو 3 ساعات وجبة بحد أقصى، دي من أكتر الحاجات اللي بتحسن الحرق في جسمي، ومن أكتر الحاجات اللي بتخلي جهازي الهضمي يتعامل مع الأكل بشكل أحسن، وأتفادى بقى المشاكل اللي بتحصل زي الإمساك وعسر الهضم والحاجات، المشاكل اللي بتحصل دي كلها بسبب الدايت وبسبب الصيام كمان. هنبتدي مثلا بوجبة زي الفطار. خلينا قبل ما نبتدي بالفطار نقول على حاجة بسيطة قوي، وهو إن أنا ببقى صايمة طول اليوم لفترة طويلة، فمعدتي بتكون ساكتة وفاضية، مش متعودة إن الأكل يدخلها، فلو جيت كبست عليها مرة واحدة بوجبة الفطار، ده هيسبب لي في النهاية مشكلة عسر هضم أو إمساك أو تقل، التقل اللي هو التخمة اللي بتحصل بعد الفطار مرة واحدة دي. فعلشان كده خلينا نبتدي بإننا ناخد حاجة بسيطة قوي، 3 تمرات، وبعد ال3 تمرات دول ناخدهم بكوباية مية مثلا، وبعدين نريح 10 دقايق، أدي لمعدتي فرصة أقول لها كده في أكل جايلك بقى، فخدي ودي معايا، فبالراحة يبتدي معدتي تاخد فرصة مع الأكل. دكتورة الصوت قفل عند حضرتك والكاميرا. ايوه تمام، والكاميرا تمام، كلك الموبايل بس لا معلش. مفيش مشكلة. تمام، فكنا بنقول، طيب الاذان، طيب يا جماعة معلش على العطل الفني اللي حصل ده. لا مفيش أي مشكلة، احنا وقفنا لغاية على الفطار 3 تمرات وكوباية مية. تمام نبتدي الفطار بإننا ناخد فيه 3 تمرات وكوباية مية، واستنى 10 دقايق بحيث إن أنا أسيب معدتي أو أديها فرصة إن هي تاخد وتدي مع الأكل اللي داخل لها ده، بقول لها بقى في أكل جايلك أهو، فتبتدي بقى تاخد وتدي معايا كده 10 دقايق، تتأهل إن في فطار جايلها. ممكن في ال10 دقايق دول اقوم اتوضى واصلي المغرب او اعمل اي حاجه تانية، المهم ان انا استنى على الاقل 10 دقايق، بعدها ارجع بقى لوجبه الفطار بتاعتي وهبتدي اخد فيها الكميات بتاعتي المفروض ان انا اخدها.
اهم حاجه ان الوجبه تكون كامله، موجود فيها كل العناصر الغذائيه اللي جسمي محتاجها من نشويات بروتينات، والخضار ده اهم حاجه. فانا هجيب الطبق بتاعي يكون بحجم كف الايد، طبق مدور كده، وهقسم الطبق ده نصين. النص الاولاني هحط فيه الحبوب الكامله او النشويات بتاعتي، اعتمد على النشويات او مصدر النشويات بتاعي يكون حبوب كامله. حبوب كامله زي الكينوا، زي الفريك، زي الرز البني، زي الشوفان وهكذا، كل دي بتبقى مصادر للحبوب الكامله. باخدها في نص الطبق. النص التاني بقى بقسمه نصين. النص الاولاني بيكون عباره عن كميه البروتين بتاعتي، والنص التاني بيبقى طبق السلطه بتاعي او الخضار او كميه الخضار اللي المفروض اكلها. وعايزه اقول لكم بقى ان طبق السلطه ده اهم حاجه بالنسبه لي، ان كل مكان ملون وكل مكان موجود فيه خضار كتير هيكون افيد ليا، كمان بيبقى سورس للفيتامينز اللي جسمي محتاجها. فكل يعني كل نوع من انواع الخضار بيدي لجسمي فيتامينز معينه، علشان كده لازم احافظ قوي على كميه الخضار اللي انا باخدها على مدار اليوم. واهم حاجه بقى طبق السلطه بتاع الفطار ده، نحط فيه بقى كل الخضار اللي عندنا في البيت. ممكن نحط فيه فلفل الوان وطماطم وجزر وخيار وخس وجرجير وبصل وكل حاجه احنا موجوده عندنا في البيت ممكن نحط منها. وعايزه اقول لكم ان الخضار من الحاجات اللي سعراتها مش عاليه، علشان كده احنا ممكن ناخد منها كميه براحتنا شويه. حتى لو في انواع معينه من الخضار سعراتها عاليه، فهي بتبقى عاليه نسبيا بالنسبه للخضار التاني، مش بتبقى عاليه قوي يعني ان هي تعمل لي مشكله او كده. ممكن نضيف لطبق السلطه ده معلقه صغيره زيت زيتون. وعلى ذكر زيت الزيتون، عايزه اقول حاجه، ان معظمنا في البيوت بنتعامل مع زيت الزيتون ده على انه مغذي بقى ومفيد لصحه القلب وكده، فبمسك الازازه واكب منها على طبق السلطه، كتر يا باشمهندس طارق ما يهمكش. ده طبعا مش صح خالص، واحنا كده بناخد يعني مش بناخد فايدته قد ما بناخد من اضراره، لان زيت الزيتون ده في النهايه هو دهون، والدهون الجرام الواحد منها بيديني 9 سعر حراري. فانا لو حطيت كميه كبيره منه، انا كده بدخل لجسمي سعرات كبيره قوي، ففي النهايه بلاقي نفسي عامله دايت وباكل زيت زيتون وكل حاجه، بس بزيد في الوزن او مش بخس او كده. فعلشان كده احسن حاجه في زيت الزيتون احنا ناخد كمية معلقة صغيرة، اللي هي معلقة الشاي الصغيرة دي، ناخد منها بس نرش كده رش على طبق السلطة، وبكده احنا هناخد فايدته ونتجنب أضراره أو المشاكل اللي ممكن يعملها لي. ده بالنسبة لوجبة الفطار. طبعا احنا قلنا أهم حاجة إننا ننظم المواعيد ونفضل بناكل أو بنشرب على مدار الفترة من الفطار للسحور، علشان نقسم وجباتنا عليها ونشغل الحرق معانا زي ما احنا اتفقنا. فبعد وجبة الفطار بساعتين أو بثلاث ساعات، خليها بساعتين اللي هو الوقت اللي قبل التراويح ده، فممكن قبل صلاة التراويح هقوم أخد ثمرة فاكهة وكوباية مية، بس حاجة بسيطة جدا يعني، هبقى خدت وجبة وفي نفس الوقت ما سبتش نفسي جعانة فترة طويلة، وحاجة خفيفة كده سناك بسيط قبل التراويح. ثمرة الفاكهة دي ممكن تبقى صبع موز، تفاحة، ممكن يبقى كيوي، ممكن يبقى فراولة، أي فاكهة موجودة عندي في البيت مفيش أي مشكلة. وفي حد بيقول لي الصوت راح؟ لا هو شغال كويس. حد تاني؟ طب يقول لنا لو تمام. أنا سامعاها تمام. تمام، أوكي، ميرسي فيروز، شكرا. اتفضل يا دكتور. تمام، فاحنا بناخد وجبة بسيطة زي ما قلت لكم، ممكن ثمرة فاكهة اللي هي حاجة صغيرة، أي فاكهة موجودة في البيت، وده يبقى قبل التراويح على طول. وباخدها وبعدين اروح اصلي التراويح بقى. بعد التراويح برضو بشويه ممكن اخد وجبه تانية، طبعا بعدها بساعتين او بثلاث ساعات زي ما اتفقنا. اهم حاجه ان انا ما اسيبش مسافه اكتر من ثلاث ساعات بين الوجبه والتانية، ان انا ما اسيبش جسمي جعان فتره طويله، علشان افضل بدخل له اكل فيفضل يحرق معايا. فبدخل وجبه تانية تبقى برضو ممكن سناك بسيط، ممكن تبقى طبق سلطه، ممكن يبقى ساندوتش صغير جبنه بيضة او حاجه كده. بس اهم حاجه العيش اللي بنستخدمه يبقى عيش حبوب كامله او توست بني او عيش اسمر او الكلام ده كله، ممكن كمان عيش بلدي. طبعا بلاش العيش الفينو وبلاش المخبوزات والمشتقات بتاعه الدقيق الابيض دي كلها احنا بنتجنبها خالص، ودي ممكن من الحاجات اللي نستغل رمضان اننا نتعود عليها، هي اننا نتجنب منتجات الدقيق الابيض كلها زي العيش الفينو والمخبوزات والكلام ده كله،
نستغل رمضان ونبطل ناكل الحاجات دي فيه، فنطلع من رمضان متعودين اننا مش بناخدها كتير او مش متعودين عليها. ممكن كمان بعد الوجبة دي بساعتين اخد سناك تاني صغير، يبقى زي كوباية زبادي او كوباية لبن او اي حاجة زي كده، لحد ما يجي بقى ميعاد السحور وبتسحر على طول. طبعا السحور احنا دايما بنقول انه يفضل ما بين اخر وجبة وميعاد النوم يبقى تقريبا ساعتين، بس عشان احنا في رمضان كده ممكن لو بنتسحر وبعدين بنصلي الفجر وبعدها بشوية بننام، يعني مش بننام على طول، لو بنسهر شوية فما فيش مانع ان احنا نأخر السحور قبل الفجر بنص ساعة او ساعة، ما فيش مشكلة. لكن لو بنتسحر وننام على طول فيفضل ان احنا نسيب ما بين السحور وميعاد النوم ساعة او ساعة ونص، علشان مشكلة ارتجاع المريء وعلشان كمان عسر الهضم والحاجات دي كلها. فخلينا نفصل ما بين ميعاد النوم ووجبة السحور دي. في السحور بقى أهم حاجة علشان ما نحسش بالعطش تاني يوم ولا نحس بالجوع تاني يوم ونفضل شبعانين لأطول فترة، إننا نعتمد على الحاجات اللي بتقعد في معدتي لفترة طويلة والحاجات اللي بتحسسني بالشبع لفترة طويلة. الحاجات دي بتبقى زي الحبوب الكاملة زي ما قلنا، والحبوب الكاملة مش بس كمان الرز والكينوا والكلام ده، لا ممكن كمان اخد شوفان، ممكن اخد عيش اسمر او توست بني اللي هو مشتقات الدقيق الاسمر كلها، فممكن اخد منها عادي. كمان الفول من الحاجات الهائلة جدا للسحور، هو على فكرة مشهور كمان، معظم المصريين بيتسحروا فول، فهو من الحاجات الحلوة قوي اللي احنا ناخدها في السحور. ممكن ناخد منه 3 معالق صغيرة ونضيف له كمان زيت زيتون، بس زي ما اتفقنا معلقة صغيرة زيت زيتون. ممكن كمان نضيف له توابل بقى، كمون وزعتر وكلام من ده، كل ده هيخليني اعرف اخده بطعم كويس، يعني من غير ما امل منه من كل شوية فول فول. ممكن اعمله بالخضار، ممكن اعمله بالحمص، ما فيش اي مشكلة. في كمان من الحاجات الهايلة للسحور البيض، لان البيض بيكون فيه بروتين طويل المدى، او يعني امتصاصه بيقعد لفتره طويله في الجسم، فبيقعد في معدتي فتره طويله فبيخليني ما احسش بالجوع بسرعه او احس بالشبع لفتره طويله تاني يوم. فوجبه هايله للسحور ان احنا ناخد بيضه و3 معالق فول ومعاهم نص رغيف عيش بلدي او شريحتين توست اسمر براون توست او كده، او توست اللي هو بيبقى الحبوب الكامله ده، هيبقى حلو جدا. ونحط معاهم بقى خياره او خس او جرجير او اي خضار ورقي، لان هو ده اللي موجود فيه الياف، بيساعدني احس بالشبع فتره طويله، وفي نفس الوقت موجود فيه كميه كبيره من الميه اللي بتقعد في جسمي فتره طويله بتخليني ما احسش بالعطش بسرعه تاني يوم. من الحاجات الحلوه كمان اللبن ومشتقاته، يعني ممكن كوبايه لبن رايب او كوبايه زبادي او كوبايه لبن لو اخدتها في السحور هتفرق معايا جدا تاني يوم. ومن الحاجات الحلوة جدا برضو في السحور الموز، لو عايزة اخد فاكهة في السحور ممكن اخد صبع موز او صبعين موز، يعني بكتير صبعين موز كفاية قوي. يعني لو اخدت الموز فيه بوتاسيوم عالي، والبوتاسيوم ده بيخليني برضو احس بالعطش او احس يعني ما احسش بالعطش بسرعة تاني يوم. ده كده بالنسبة للوجبات وايه الحاجات اللي ممكن ناخدها وكده. في حاجة برضو عايزة أقول عليها بالنسبة لرمضان، ناس كتير قوي 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 بتنسى تشرب مية، وبتفكر إن شرب المية بس بيبقى وقت الفطار ووقت السحور وبس كده، يعني ما بتفتكرش شرب المية أصلا غير على الفطار وعلى السحور. في السحور يبقى جنبها إزازتين مية كبار كده يخلصوهم علشان فاكرين إن هما كده مش هيعطشوا، وفي السحور أو في الفطار 2 كوباية مية كبار برضو أو 2 إزازتين مية عشان اللي فقدته طول اليوم او انا محرومه طول اليوم. وطبعا ده غلط جدا، لان اللي بيحصل في الوقت ده انت لما بتشرب ازازه ميه او ازازتين ميه كبار مره واحده كده انت بتعمل ووش لجسمك، هتدخل الحمام تفضيهم، يبقى انت عملت ووش للكلى وخلاص كده، يعني راح جسمك ما استفادش بيهم خالص. لكن علشان جسمي يستفاد بالميه وعلشان كل خليه في جسمي تقدر تستفيد بيها، فانا لازم اخد الميه دي على مدار اليوم. طبعا في الايام العاديه احنا بنقول على مدار اليوم، لكن في رمضان خلينا ناخدها على مدار الفتره من الفطار للسحور. يعني ممكن افتكر الميه دي بانه زي ما قلنا هنقسم وجباتنا كل ساعتين وجبه، ناخد مع كل وجبه 1 كوباية او 2 كوباية ميه، بحيث ان انا في النهايه ابقى واخده
من 8 ل 12 كوباية مية. ده هيفرق معايا جدا، هيفرق في ترطيب خلايا جسمي، هيفرق مع بشرتي وشعري وضوافري وصحتي كلها. كمان هيفرق ان انا ما احسش بالعطش تاني يوم بشكل سريع، هحس ان انا يعني جسمي هيبقى مترطب طول الوقت. وكمان في الحر اللي احنا داخلين عليه ده، شرب المية اكيد هيفرق معانا جدا، والمية من الحاجات اللي بتحسن الحرق. فطبعا دي حاجة هتفرق معايا جدا لو انا عايز اخس في رمضان، او عايز استغل رمضان اني اخسر من وزني، فدي حاجة هتفرق جدا. وعلى ذكر بقى المواعيد وتنظيم المواعيد والكلام ده كله، في حاجة برضو مهمة عايزة أقول عليها، وهي في رمضان ممكن نبتديها كده عادة ونكمل بيها باقي حياتنا بعد رمضان، وهي الرياضة. احنا عندنا في رمضان الساعة الذهبية كده اللي قبل الفطار دي احنا بنسميها الساعة الذهبية، لأن في الوقت ده أنا جسمي بيكون خلص كل مخزون السكر اللي فيه على مدار اليوم، وانا صايمه ومش بدخله اكل، فمفيش سكر في الجسم. فبيبتدي الجسم لما يحرق بقى في الوقت ده اللي هو الساعه اللي قبل المغرب، بيبتدي يحرق من مخزون الدهون اللي فيه. فلو انا هدفي ان انا اخس في رمضان، او عايزه اخس بشكل احسن او بشكل اسرع، فالساعه دي بتكون احسن وقت استغله ان انا العب فيه رياضه او اعمل فيه اي مجهود بدني يساعدني اني اخس في رمضان. فممكن في الساعه دي اعمل اي مجهود، زي اني اجري او انط الحبل او اعمل اي حاجه، امشي مشي سريع، اعمل اي مجهود بس يعلي ضربات قلبي ويخليني انهك. ساعتها هحس بفرق في نهايه رمضان، هنحس بفرق في شكل جسمنا، في معدل الحرق هيتحسن جدا، وهنحرق من الدهون المخزونه في الجسم. فده طبعا هيفرق جدا مع اي حد عايز يخس في رمضان. في حاجة كمان برضو بالنسبة للناس بيسألوا عليها كتير قوي في رمضان، وهي شرب الشاي والقهوة والكلام ده كله والنسكافيه والحاجات دي. فأنا عايزة أقول على حاجة مهمة قوي، إحنا في الأيام العادية طبعا بنقول آخرنا كوبايتين بس من الكافيين على مدار اليوم كله، الكافيين اللي هو شاي وقهوة ونسكافيه، فآخرنا كوبايتين بس على مدار اليوم كله. طيب في رمضان علشان الصيام والكلام ده، احنا بنقول خليها كوباية واحدة بس في اليوم، والكوباية دي ما تبقاش في السحور، لأن الحاجات دي من أو بيتقال عليها دايريتكس، دايريتكس يعني مضرة للبول، فبتخرج مية من جسمي، وأنا في رمضان محتاجة المية دي لأن أنا صايمة، فبحتاج أكبر كمية من المية تفضل جوه الخلايا وتفضل في جسمي، أفضل محتفظة بيها مش عايزة أخرجها. علشان كده بناخد كوباية واحدة بس في اليوم، ويفضل او يعني يا ريت تكون الكوبايه دي في اي وقت بعيد عن السحور. ممكن اخدها بعد الفطار، ممكن اخدها بين الوجبات، ممكن اخدها مع اي سناك من السناكس اللي باخدها، او مع العشاء او كده، بس بلاش اخدها في السحور خالص. يعني كمان بالنسبه لحلويات رمضان وعصاير رمضان والحاجات الحلوه دي كلها، فمفيش مانع ان احنا ناخدها في رمضان، حتى لو كان هدفك انك تخس فمفيش منها اي مشكلة. بس طبعا مش كل يوم، يعني لو انا هدفي ان انا اخس في رمضان، فخليني اخد الحاجات دي بحد اقصى خالص 3 مرات في الاسبوع، ده اخري، ما اخدش اكتر من كده. وطبعا لازم نظبط الكمية، الكمية اللي باخدها من الحلويات احسن حاجة يعني، او اللي هي باقل ضرر ممكن، هي كمية بحجم نص كف ايدي، يعني حجم كده تقريبا. يعني الكمية دي بتكون أنسب حاجة. وطبعا لو الحلويات أنا شارياها من بره مش هعرف أتحكم فيها قوي، لكن لو عاملاها في البيت فأنا أقدر أتحكم فيها، إنه مثلا أقلل الكريمة وأنا بعملها، ممكن أقلل الشربات لو أنا عاملة كنافة أو حاجة زي كده، ممكن القطايف أعملها في الإير فراير لو متاح ليا بدل ما أقليها في الزيت والكلام ده. كل ده طبعا بيفرق معايا وبيخليني أخد الحاجة بأقل ضرر ممكن. كمان بالنسبة للعصاير زي ما قلنا، سواء بقى قمر الدين والصوبيا والحاجات اللي كلنا بنحبها دي، فممكن برضو نحضرها في البيت بسكر دايت، أو بمعلقة عسل أبيض نحليها بيها بدل السكر دايت. في ناس ممكن تقبل الحاجات دي عادة من غير سكر، على فكرة ودي حاجة فاجأتني، بس في ناس فعلا ممكن تشربها من غير سكر، فده يكون أوبشن حلو جدا. لو بنجيبها من بره برضو فمش هنعرف نتحكم في السكر والكلام ده، بس لو بنحضرها في البيت فزي ما قلت لكم أهم حاجة ممكن نقلل كمية السكر اللي بنحطها فيها، أو نستخدم فيها سكر دايت أو كده. وطبعا بحد أقصى 3 مرات في الأسبوع، مش كل يوم هفضل أخد منها، ومش كل يوم
هفضل يعني مش هدخلها في روتين اساسي بالنسبه لي كل يوم. هو عشان رمضان وكده احنا بنعتبرها حاله استثنائيه، يعني الحاجات دي لو انا ما اخدتهاش في رمضان هاخدها امتى؟ يعني لو ما اكلتش كنافه في رمضان هاكلها امتى؟ فعلشان كده بنسمح بيها في رمضان، بس طبعا مع تقنين الكميات وتظبيط المواعيد وكل حاجه بتبقى تمام. في حاجة برضو كنت عايزة أقول عليها، وهي بالنسبة لوجبة السحور، أهم حاجة في وجبة السحور برضو لما نيجي ناخدها الحلويات والسكريات والكلام ده نبعد عنه في السحور. يعني بلاش ناخد، لو عايزة أكل حلويات أو كده احنا بنقول ناكلها بعد وجبة كاملة، لأن ده بيخليني ما أخدش منها كمية كبيرة، ببقى شبعانة أورادي، فلما باخدها مش باخد كمية كبيرة منها. بس طبعا الوجبة الكاملة دي ما تبقاش وجبة السحور، خليها وجبة الفطار، خليها سناك بين الوجبات أو وجبة العشاء أو كده، بس بلاش وجبة السحور، لأنه أصلا السكريات الكتير بتخليني أعطش تاني يوم، وإحنا مش عايزين نعطش يعني، فعلشان كده بلاش ناخدها بعد وجبة السحور. في عادة بقى مصرية أو مش مصرية، هي عادة عند معظم الناس بيعملوها، وهي إنهم لما بيجوا يفطروا في رمضان بيبتدوا الفطار بالمشروب الرمضاني، بيبتدوا كده على طول بسم الله الرحمن الرحيم يلا العصير أو كده. طبعا ده غلط، لأن أنا ببقى صايمة لفترة طويلة، فمستوى سكر الدم بتاعي بيكون قليل أو منخفض في جسمي، فلما باخد سكر مرة واحدة سكر الدم بيترفع وبعدين بينزل تاني بسرعة. الرفعة والنزلة بسرعة دي بتخليني آكل كتير جدا، لما سكر الدم بينخفض بسرعة بيحسسني بالجوع بسرعة، فبيخليني آخد كتير جدا أو آكل كتير جدا، وأنا طبعا عايزة أظبط كمياتي، فده مش هيبقى حاجة حلوة بالنسبة لي. ممكن يحسسني بالصداع، ممكن يسبب مشكلة عسر هضم كمان، فعلشان كده بلاش نبتدي بالعصير، ولو هناخد عصير خلينا ناخده بعد الفطار، مش قبل الفطار على طول. كمان حاجة بالنسبة للعصير، يعني مش لازم دايما اعتمد في رمضان على مشروبات رمضان بس كمصدر للعصير بالنسبة لي، او ان انا عايزة اخد عصير فعلى طول اخد صوبيا وكركديه والحاجات بتاعت رمضان دي كلها. انا ممكن اعمل عصير فريش في البيت من فاكهة، ممكن احط فراولة على كيوي واعمل كوكتيل مثلا، ممكن اخد جوافة مانجا الحاجات دي كلها واعملها، اعتمد على السكر الطبيعي اللي في الفاكهة واعمل بيه العصير، او اعملها بسكر دايت، او زي ما قلنا معلقة صغيرة عسل ابيض، انه مش لازم طول الوقت افضل بعتمد على السكر الابيض كمصدر للتحلية في حياتي، يعني انا ممكن استغنى عنه ما فيش اي مشكلة. في حد بقى عنده سؤال في أي حاجة حابب يسأل عليها أو كده؟ لو حد عنده أي سؤال يا جماعة تفضل، تشرفنا. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمة السلام، الله وبركاته. زي حضرتك، كل سنة وحضراتكم كلكم طيبين. حضرتك طيبة وبخير. كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة. دايما معدل الحرق بعد 30 بيختلف، صح؟ طبعا كل ما بنكبر، كل 10 سنين من سنك بتزيديهم معدل الحرق بيقل طبعا، بس ده طيب، مش مبرر على فكرة، في ناس بعد 40 وبتحرق كويس وبتخس عادي جدا يعني. انا عارفه، بس طب ايه اكتر حاجات ممكن تحفز الحرق غير ان حضرتك قلتي ان مثلا الرياضه في الساعات الذهبيه، او يعني هو ممكن نطبق الكلام ده في الايام العاديه في وقت ما ناكلش فيه او كده، طبعا بص، فيعني ايه الحاجات التانية اللي بتحفز الحرق كتير؟ اكتر حاجة بتحفز الحرق انك تقسمي وجباتك على مدار اليوم، كل ساعتين 3 ساعات وجبة زي ما قلنا، ما تسيبيش جسمك فاضي من غير اكل مدة طويلة، علشان كل ما بيتساب فاضي كل ما بيوقف حرق، بيدخل في مود التخزين او مود بيخزن بقى، انت مش بتديني اكل طب خلاص بقى انا هخزن، لكن لو كل ساعتين بديله وجبة بيفضل شغال معايا الحرق، انا خلاص انا بيدخل لي اكل فانا بحرق، بيدخل لي اكل فانا بحرق. الفكرة بقى ان انا مش هقعد اكل الاكل ملوش لازمة طول الوقت، لا خلينا حاجات خفيفة، لو مكسرات، لو فاكهة، لو خضار، طبق سلطة، كوباية لبن، اللي هي الحاجات البسيطة دي بدخلها لجسمي، فبيبقى داخل له أكل فبيحرق بقى، فبقى كده بضحك عليه. دي أول حاجة. شرب المية طبعا على مدار اليوم من 8 ل 12 كوباية مية، خلي إزازتين مية كبار كده جنبك، وطول ما أنت قاعدة كل ما تفتكري تشربي كوباية
ممكن في الأيام العادية نفتكرها بالصلاة مثلا، مع كل صلاة أخد كوبايتين مية. ممكن أفتكرها بأي حاجة يعني، بالوجبات زي ما قلت لك، وإحنا بناخد مع كل وجبة حاجة خفيفة، ناخد كوباية أو كوبايتين مية، فنفتكر شرب المية على مدار اليوم. وكمان الرياضة بتفرق جدا، أي رياضة هتعمليها سواء مشي سريع حتى مجرد المشي ده بيفرق معانا في الحرق وبيحسن الحرق جدا. طب عندي سؤال مهم لحضرتك في نقطة الرياضة دي، دايما الوقت المناسب للأكل بعد الرياضة ولا بعديها بوقت معين أو قبليها بوقت معين، يعني إيه الصح، قبل الرياضة ولا بعد الرياضة، وبعديها بقد إيه لو بعد الرياضة؟ طيب اي وقت انت هتاكلي فيه هو وقت مناسب. في ناس بتقولك لا بعد الرياضه استني ساعتين وبعد كده كلي، الكلام ده مش صح. وفي ناس بتقولك لا ما تاكليش على طول وتلعبي، برضو الكلام ده مش صح. لو انت بتروحي الجيم وبتلعبي في الجيم فانت ليكي وجبه قبل التمرين ووجبه بعد التمرين، فانت بتاكلي قبل التمرين على طول وبعد التمرين على طول، ولازم تكوني اكله قبل التمرين بساعتين وجبه محترمه علشان تديكي باور في وقت التمرين، ولازم بعد التمرين تاخدي وجبة برضو محترمة علشان تعوضي الباور اللي انت فقدتيها في التمرين. فوقت الأكل أو مواعيد الأكل عامة مع التمرين ما بيتعارضوش مع بعض، يعني ما فيش حاجة اسمها مثلا علشان بتمرن دلوقتي أو هلعب رياضة دلوقتي فمش هاكل لمدة ساعتين جايين، لأ ممكن تلعبي قبل أي رياضة بنص ساعة، أو تاكلي قصدي قبل أي رياضة بنص ساعة، وبعد ما تخلصيها على طول ممكن تاكلي عادي جدا في خلال الفترة كلها. ويستحسن كمان أول ما تخلصي الرياضة على طول تاخدي حاجة بسيطة زي ثمرة فاكهة أو كوباية لبن أو كده، تديكي باور على طول وتكملي باقي اليوم بقى وجباتك عادي. تمام، ميرسي لحضرتك جدا، شكرا. أستمر. دكتورة، في حد بيسأل حضرتك أنواع السكر الدايت، هل في نوع أفضل مثلا؟ في نوع انا بفضله يعني احسن نوع سكر دايت انا شخصيا بستخدمه وهو كويس جدا، اسمه ستيفيا، لان ده طبيعي. كل سكريات الدايت طبعا احنا عارفين انها بتكون مواد مصنعة وكيميكالز وحاجات كده، فاستخدامها لفترة طويلة على المدى الطويل ده بيسبب لي مشاكل بعد كده صحية. في منها انواع طلع عليها دراسات اتقال انها كارسينوجينيك او مسرطنة او كده، فعلشان ما نستخدمش الحاجات دي لفترة طويلة في أنواع تانية طبيعية بقدر أستخدمها بأمان ما بتسببليش أي مشاكل، وبتكون المادة الفعالة اللي فيها اللي هي ستيفيا دي، فسكر دايت ستيفيا هو أفضل نوع يعني. تمام. طيب في أدوية منشطة للحرق؟ أنا ما بفضلش خالص فكرة الأدوية دي، لأن كل الأدوية اللي موجودة للأسف 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 أضرارها أكتر بكتير من الفايدة اللي هترجع لي منها. في أدوية بتسبب مشاكل في القلب، مشاكل سكر، مشاكل ضغط، فليه أدخل نفسي في المشاكل دي كلها وأنا بس عايزة أخس؟ طب ما أنظم أكلي وأظبط وجباتي وأشرب مية وألعب رياضة وهخس برضه، ده غير إن الأدوية دي معظمها مجرد ما بتبطليها بترجعي تزيدي تاني، فهستفاد إيه أنا كده؟ فعلشان كده مش بفضل خالص أي نوع من أنواع أدوية اللي بتزود الحرق والحاجات دي، مش حلوة يعني. تمام. طيب حد بيسأل، مريض كورونا، ايه الأكلات أو المشروبات اللي ممنوع منها، أو اللي يعني يفضل ياكلها ويكتر من ايه ويمنع ايه يعني مثلا؟ هو مريض كورونا عامة أهم حاجة بالنسبة له التغذية، ما ينفعش حد يبقى عنده كورونا ويقول أنا عامل دايت مثلا. أي حد عامل دايت وقت الكورونا انسى الدايت خالص وكل عادي خالص يعني. أهم حاجة طبعا الوجبات الكاملة، الفاكهة مهمة جدا 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 جدا، والمشروبات السوائل، النعناع، اليانسون، القرفة، الجنزبيل، الحاجات دي كلها. في مشروب كان اسمه الجولدن ميلك لرفع المناعة، ده عبارة عن لبن بنحليه بمعلقة عسل أبيض وبنحط عليه فلفل أسود وكمون، ده بيبقى هايل جدا لرفع المناعة. طبعا كل اللي احنا بنقوله ده بيبقى مع العلاج مش لوحده يعني، بس أهم حاجة زي ما قلنا المشروبات والسوائل، يشرب مية كتير، يشرب سوائل كتير وسوائل دافية كتير، وكمان الفاكهة مهمة جدا 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 هي والخضار طبعا. تمام. طيب هل التمر باللبن كويس لما المغرب يأذن؟ يعني حد بيشق ريقه على التمر باللبن، في عادة مصرية كتير الناس بتعمل كده. هو طبعا التمر هايل جدا محدش يقدر يختلف عليه،
في ناس بقى بتختلف على موضوع تمر بالمية ولا تمر باللبن، يعني اخده ناشف كده ومبلول في مية بس ولا اخده باللبن. الفكرة كلها ان احنا بنبقى صايمين فترة طويلة، فمعدتي مش متعودة على الهضم، فاللبن ده بيبقى بروتين، فلما باخد تمر باللبن البروتين ده بيبقى صعب شوية على المعدة في الهضم، او بيسبب لي ممكن مشكلة عسر هضم، بياخد وقت شوية على ما يتهضم يعني، فممكن يسبب مشكلة انتفاخ أو غازات أو عسر هضم أو تقل كده بعد الفطار. فعلشان كده دايما بيقولك خليه تمر بالمية وبعد الفطار، بعدين يبقى ياخد تمر باللبن عادي أو يبقى يشرب لبن بعدين. لكن لو هو شخص متعود على التمر باللبن والموضوع مش بيعمله أي مشكلة وعادي خالص، إيه المشكلة؟ ما فيهاش مشكلة يعني. فهي بتختلف من شخص لشخص. تمام. طيب ايه الفرق بين السكر العادي والسكر الدايت؟ السعرات مش اكتر يعني، السكر العادي المعلقه الصغيره ممكن تديكي 15 20 45 سعر، السكر الدايت بيبقى زيرو كالوري ما فيش سعرات، فانا بوفر سعرات عن طريق السكر يعني، بتاخدي الحاجه طعمها متحلي برضو بس زيرو كالوري. تمام. طيب لو حد يحب يفتح المايك ويسأل أي سؤال اتفضل. اتفضلي فيروز. طيب حد يحب يسأل سؤال اتفضل. هو أنا ممكن أسأل سؤال؟ أيوة طبعا سألني. اتفضلي. هو ممكن عادي إن أنا آخد أعشاب قبل الفطار؟ ازاي واحنا صايمين؟ عشان أوكي. زي ايه؟ لأ يعني أي أعشاب عادي. يعني بعد الفطار أول ما تفطري يعني تشربي حاجة سخنة مثلا؟ يعني اعشاب زي اليانسون والنعناع والحاجات دي. طبعا مفيش مشكلة. اوكي، وده ممكن قبل ما افطر يعني، ممكن قبل ما افطر اخدها؟ قبل ما تاكلي. ممكن تاخديها وبعدين تفطر لو بعد المغرب يعني. اوكي شكرا. طيب في حد من على الفيسبوك بيسأل ايه افضل طريقة اخس بيها في رمضان؟ كل اللي انا قلته ده جمعوه على بعضه كده. هو طيب أفضل طريقة يبقى أجاوب ولا؟ نلم لها كده الموضوع. يعني مثلا حضرتك قلتي ان احنا نقسم الوجبات، ممكن أول حاجة هنقسم الوجبات بتاعتنا على مدار الفترة من الفطار للسحور بمعدل كل ساعتين أو كل 3 ساعات بحد أقصى وجبة. هبعد عن السكر الأبيض والمشتقات بتاعة الدقيق الأبيض كلها، العيش الفينو والعيش الأبيض والمكرونة البيضة والرز الأبيض، واستخدم الحبوب الكاملة اللي هي الفريك، الكينوا، الشوفان، الرز البني، دي هتبقى المصادر بتاعت النشويات. كمان ابعد عن العيش الابيض واخد العيش الاسمر او العيش البلدي او ممكن البراون توست او الحبوب الكاملة، توست الحبوب الكاملة. بعد ما اقسم وجباتي هشرب مية كويس على مدار اليوم. كمان هلعب رياضة في الساعة اللي قبل المغرب اللي هي الساعة الذهبية اللي احنا قلنا عليها دي. أي مجهود هعمله هيفرق معايا طبعا وبس كده. طيب لو قلنا ان احنا مش هنقدر نبطل رز او مكرونة، ممكن ناخد حبة قليلين مثلا يعني معلقتين 3 معالق كل يعني. حاجة ليها بدائل يعني، مثلا المكرونة أنا مش بقول نمنعها، في مكرونة موجودة اللي هي المكرونة بالشوفان أو مكرونة الحبوب الكاملة موجودة في الماركت في كل حتة، فأنا إيه المانع لو أخدتها عادي. كمان الرز ممكن اخد رز بني او الرز الابيض العادي بتاعي او رز بسمتي، مفيش اي مشكلة برضو. فممكن اقنن الكميات منهم اني اخد 6 معالق او 9 معالق كمان مفيش مشكلة وبس يعني. طيب كويس جدا. طيب معانا هبة. طه اتفضلي هبة اتفضلي. استاذة هبة اتفضلي افتحي المايك. الو. ايوه ايوه الاول بشكر الدكتور على مجهودها طبعا معانا، كل سنه وانتم طيبين. كنت بس اسال حضرتك على حساسيه اللاكتوز بتاعت اللبن، يعني عشان هي جات لي فجأة كده. أنا طبعا مش عارفة هل هي بتبقى حاجة كده permanent ولا temporary وممكن تروح تاني ولا إيه، لا
ايه البدائل اللي ممكن اخدها؟ يعني كان في جهينة منزل لبن معالج للاكتوز، بس الدكتور لاكتوز فري. اتفضلي. تمام. هو مشكلة ايوه حضرتك حساسية سامعيني؟ أيوة سامعينك استاذه هبه، الدكتوره هترد عليكي حالا. اتفضلي يا تمام. دكتور. مشكلة حساسية اللبن ده للأسف تمام بتحصل. ماشي اوكي. خليني أقولك سببها الأول. إحنا عندنا سكر اللبن هو سكر اللاكتوز، فجسمي علشان يهضمه ويكسره بيحوله بإنزيم اسمه اللاكتيز، بيكسر سكر اللاكتوز ده. فالمشكلة بقى اللي بتحصل عندي إنه جسمي بيحصل فيه يا إما نقص في سكر اللاكتيز في إنزيم اللاكتيز ده، يا إما الإنزيم بيبقى كميته مش كافية أو مش موجود، يكاد يكون مش موجود. فسكر اللاكتوز بيفضل سليم في جسمي، بينزل من الأمعاء الدقيقة للأمعاء الغليظة سليم زي ما هو، وبيسبب لي بقى الأعراض اللي بتحصل دي، اللي هي ممكن إمساك أو إسهال على حسب الحالة، بيعمل مغص وانتفاخات وإحساس بعدم الراحة، وبتبقي كارهة اليوم اللي بتشربي فيه لبن بسبب الموضوع ده. فحلو بقى إن إحنا بنستخدم بدايل زي ما قلت لك، يا إما لاكتوز فري. انتي قلتي جهينة كان منزل، فعلا هو فعلا لبن لاكتوز فري جهينة ده حلو جدا. في كمان الألبان النباتية اللي هو لبن جوز الهند ولبن اللوز، لامار منزلين لبن لوز برضو، فهتلاقي لبن اللوز، لبن جوز الهند، ولبن الصويا، ولبن الرز. يعني في ألبان نباتية كتير جدا في السوق ممكن تستخدميها كبدائل، وممكن تستخدمي اللاكتوز فري ده. بس هو عامة يعني ملوش علاج يعتبر، وبيفضل مكمل معاكي باقي حياتك. غير كمان انه في علاج، انك ممكن تستخدمي انزيم اللاكتيز نفسه. انت طبعا عندك نقص في اللاكتيز فتاخدي انزيم اللاكتيز نفسه، بس ده علاج مش متوفر في مصر بشكل كبير، ولو اتوفر بيبقى غالي جدا يعني، فمش من الحاجات اللي بنقدر نعالجها بسهولة يعني. تمام. طيب في حد بيسأل بالنسبة لمشروبات رمضان، هل نفطر عليها رمضانية؟ احنا الدكتورة قالت الحتة دي، خالص قالت بلاش نبدأ بيها، وحتى لو هنشربها نشربها من غير سكر أقل شوية، وما يبقاش وناخدها كمية. بعد وجبة كاملة بعد الفطار أو في خلال فترة من الفطار للسحور. من الفطار للسحور، والكمية قد ايه؟ قالت نقلل على قد ما نقدر، صح، كوباية بس، ما تبقاش كل يوم كل يوم. 3 أيام في الأسبوع أقصى حاجة. تمام. طيب حد عنده أي سؤال تاني؟ في برضو بالنسبة للرياضة في رمضان، الناس اللي بتتمرن والكلام ده، فبيسألوا دايما ايه أحسن وقت للتمرين، أو أحسن وقت أروح فيه الجيم في رمضان أو كده. فأحسن وقت طبعا هو لو بتبني عضلات وبتزود في الكتلة العضلية أو بترفع أوزان أو كلام من ده، أحسن وقت تروح الجيم بعد الفطار بساعتين أو بعد الفطار بساعة، يعني بعد الأكل ما يتهضم، بعد وجبة الفطار ما تتهضم كده وتنزل الجيم وخلاص. اما بقى لو هدفك انك تحرق دهون او كده، فزي ما قلنا قبل الفطار، واستغل الساعة الذهبية بقى بتاعتي. تمام. طيب بالنسبة للنشفان الريق الصبح، يعني لو حد صاحي الصبح بيبقى على طول ريقه ناشف، هل في حاجة بتتاخد في السحور تساعد ان احنا ما نعطش مثلا، او ريقنا ما ما ينشفش؟ زي ما قلنا الخضار الورقي، الخس والجرجير، الخيار، كمان اللبن والزبادي واللبن الرايب. ممكن اخد في السحور كوباية، تبقى كوباية لبن او كوباية زبادي او كوباية لبن رايب، دي هتفرق جدا تاني يوم. والخضار طبعا. تمام. طيب دكتورة احنا سعدنا بيكي جدا، ونورتينا وشرفتينا في المدرسة، ونتمنى لقاء تاني ان شاء الله، يعني تدينا كده كبسولة برضو في نص رمضان، على النص التاني كده. الله. ان شاء الله لو حد عنده اي استفسار او اي حاجة يحب يسأل قبل ما نقفل. تمام. شكرا ليكي جدا يا دكتورة، نورتينا. كنت حد عايزة أسأل تاني؟ حضرتك يا دكتور، إيه رأيك في الكيتو دايت؟ كيتو. الكيتو، نظام الكيتو. هو الكيتو ده هنقعد نرغي فيه كتير قوي. بس هو عامة منتشر جدا باختصار، اليومين دول. باختصار شديد قوي، هو الكيتو فكرته كلها ان انا بمنع نشويات خالص او بقللها بنسبة 5% نشويات،
وبعتمد على الدهون الصحية والبروتين. طبعا فكرة قطع النشويات دي غلط تماما. هو في البداية الكيتو ده عملوه علشان الأطفال مرضى الصرع، لقوا إنه لما بقلل لهم نشويات ده بيقلل حدة نوبات الصرع اللي بتجيلهم، يعني بدل ما يجيلوا 5 نوبات في اليوم يجيلوا 2 أو 3 أو كده، يعني دي قللها بس. ففي البداية ده كان استخدام الكيتو. بعدها بقى لما لقوا إنه بيخسس وكده طلعوا بيه ترند وقالوا يلا نخس كلنا بالكيتو والكلام ده كله. بس طبعا ده مش من الأنظمة اللي أي حد ممكن يرشحها لشخص سليم، لأنه في النهاية قطع النشويات ده مش صحي إطلاقا، لأن النشويات هي المصدر الأساسي للطاقة في جسمك، هي مصدر الباور للمخ، هي مصدر الباور للعضلات. فأنت لما بتقطعي نشويات في البداية، أي حد بيعمل كيتو اسأليه كده عن أول أسبوع هيقولك بيجيلي صداع وحاسس إني عندي هزلان وحاسس إني بدوخ ومش مرتاحة وحالتي النفسية مش متظبطة. كل ده بيحصل بسبب الأعراض بتاعة الانسحاب زي ما بيقولوا، اللي هو قطع النشويات. فهو مش من الأنظمة اللي برشحها. مفيش مانع إن احنا ناخد نشويات وناخد دهون صحية وناخد بروتينات بالنسب المعقولة وبالكميات المظبوطة، واحسب سعراتي واظبط كمياتي وهخس برضو. فليه ادخل نفسي في سايكل كيتو وحوارات كده علشان خاطر اخس؟ يعني ده غير ان الكيتو طبعا لازم يبقى تحت اشراف طب باي شكل من الاشكال، يعني ما ينفعش حد يعمله لوحده ابدا. بيتطلب منه تحاليل كمان قبل ما يتعمل، اه يعني طبعا، تقريبا اه وظائف كبد ووظائف كلى كلى لازم. وكبد، ولازم يفضل يعملها كل 3 شهور، وما ينفعش حد يمشي على الكيتو اكتر من 6 شهور متواصل. تمام. طيب حد كاتب لو اتبعت التعليمات دي بس مع عدم القدرة على ممارسة رياضة هل ما هخس؟ فيش مشكلة، هتخسي طبعا. تظبيط الأكل بيخسس. عايزين نخس أكتر نلعب معاها رياضة. هي العملية كلها بتبقى 70 30، 70% دايت 30% رياضة. عشان أوصل لل100% بتاعتي أو للهدف اللي أنا عايزاه بنسبة 100% ممكن أعمل الاتنين. مش قادرة قوي، ممكن شوية من هنا وشوية من هنا وهظبط الدنيا برضه. ده غير ان الرياضة احنا مش لازم نلعب رياضة، يعني مش لازم تنزلي الجيم وتفرهدي نفسك بقى ورياضة تبقى رياضة عنيفة. انا ممكن مجرد اني اتمشى في اليوم ربع ساعة دي اسمها رياضة وهتفرق معايا برضه. حاجة بسيطة يعني، ماشي كفاية، مش لازم أي حاجة جامدة يعني. تمام بالظبط. أوكي. لو حد عنده أي سؤال اتفضل. شوف برضو الفيسبوك لو حد بعت لنا حاجة. احنا صايمين. أشكر حضرتك. شكرا. تمام. في حاجة تحبي تقوليها لنا برضو يا دكتورة تكون تفيد في الخسسان؟ الناس كلها عايزة تخس الحقيقة يعني. ما انا خدت بالي من الموضوع ده. طيب نستغل حاجة، رمضان في او ما حاجة نضيعش الكام يوم كان اللي في، فاضيين دول. أيوه كان في حد بيسأل الأطفال من سن كام المفروض تبتدي تصوم؟ يعني هل في حاجة معينة أو سن معين؟ هو عامة من أنا سن بسأل. 7 سنين بتبتدي تعودي الطفل انه يصوم. حرام تصوميه طول اليوم لو هو 7 سنين، تبتدي معاه كده واحدة واحدة. هنصوم النهاردة للظهر، طب للعصر، طب ممكن نصوم أول يوم رمضان وآخر يوم رمضان، بس كده بالتدريب. بس من سن 10 سنين ممكن يقدر يبتدي يصوم اليوم كامل. صحيا يعني بالنسبة لصحة الطفل ممكن من 10 سنين. بس طبعا بنستشير الدكتور بتاعه، كل طفل على حسب صحته. لو هو طفل سليم وما فيش عنده أي مشكلة فمن سن 10 سنين يقدر يصوم معاه. يقدر يصوم. تمام. فيروز اتفضلي يا فيروز. هو الموز بيعطش؟ لا الموز مش بيعطش، الموز بيخليكي ما تحسيش بالعطش.
لو اخدتي الموز في السحور هيخليكي ما تحسيش بالعطش تاني وانتي صايمه. اوكي شكرا. في حاجة معينة بتدي يعني راسية والمشمشية والحاجات دي، هل ناكل منها عادي ولا كميات معينة؟ الحاجات دي تعتبر فواكه مجففة، فما فيش منها أي مشكلة إن أنا أخدها عادي، بس طبعا بالكميات. يعني مش هاخد بولة كبيرة كده وأملاها وأقعد قدامها، لا، ممكن أخد 2 قراصية و2 مشمشية و3 تمر مثلا وأكل منهم عادي. تمام. وعايزة أقول حاجة بمناسبة القراصية، يعني الناس اللي بيجيلها مشكلة بسبب الدايت كتير، الإمساك، مشكلة الإمساك بسبب الدايت أو بسبب الصيام، القراصية حل هايل جدا للإمساك. تتاكل كده زي ما هي لا، بننقعها في مية وبناكلها طيب بعد الفطار مثلا، أو ما بين ال يعني ما بين الفطار والعشاء أو كده، سناك أو كده، بناكلها، بتفرق جدا في الإمساك. تمام. طيب في سؤال بالنسبة للي خس وعايز يثبت في رمضان، يعني هي خست بس هي عايزة تثبت الوزن في أثناء رمضان، هل في حل؟ تحافظ على اللي هي كانت بتعمله قبل ما تخس، علشان تخس تفضل محافظة عليه. الكميات ناخد بالنا منها، ما ناخدش فري كتير. مش معنى ان انا خسيت بقى ان انا افتحها على البحر وابقى باكل اللي قدامي كله، لا، حافظي على الكميات وحافظي على شرب المية برضو، ودي اكتر حاجة هتساعدك. هو احنا دايما بنقول انه الدايت عامة لايف ستايل، مفيش حاجة اسمها انا هعمل دايت عشان اخس ومجرد ما خسيت بقى خلاص انا هرجع تاني اكل كل اللي انا عايزاه، كده هترجعي تتخني تاني. عشان تحافظي بقى لازم تفضلي دايما مظبطة كمياتك واكلك والكلام ده كله. عدد ساعات النوم بيفرق في الخساسين أو بيفرق اه، في عدد ساعات النوم بيفرق في الحرق، لازم ننام من 6 ل 8 ساعات في اليوم ويكون نوم عميق وحلو كده. تمام. طيب جماعة، معانا الدكتورة فرصة، اللي عايز يسأل على أي حاجة قبل ما فرصة نقفل استغلوها. فرصة استغلوها بالظبط. شكلهم ناموا ولا ايه؟ لا، هو وقت الحقيقة قبل الفطار، احنا مش عارفين نجيبهم امتى في الفطار في اه، رمضان، يعني قبل الفطار بيبقوا بينايمين ولا ايه؟ قبل الفطار نايمين وبعد الفطار مأنتخين، فخلاص ايوه بقى. بالظبط. لو انا ما بحبش اللبن او الزبادي اخد ايه في السحور؟ ايوه، لو حد ما بيحبش اللبن ولا الزبادي في السحور ولا ياكل؟ اللبن الرايب؟ لا خلاص، طالما لبن وزبادي يبقى اكيد اللي في النص ده لا برضه. ممكن تاخدي اللبن مع كاكاو مثلا، تحطي له معلقة كاكاو وتشربيه هوت شوكليت، ولا لا خالص؟ نور، ها، ممكن ممكن بالكاكاو. لا، انا ما يعني ما احبوش خالص خالص. خالص. ممكن تاخدي بيض، ما فيش مشكلة، يعني مش لازم لبن، وممكن نعتمد على البيض والفول والحاجات التانية كلها، ومش لازم لبن. شكرا. عفوا. بس حاولي تحبي اللبن، يعني هو حلو. في حاجات ممكن بالفراولة أو بالموز، ولا يعني لو عصير، ولا برضو العصير؟ اه طبعا عادي، مفيش مشكلة، لو دي الطريقة الوحيدة اللي هتاخد بيها اللبن يبقى يلا بينا. طيب دكتورة، شرفتينا ونورتينا، وميرسي على الشرف وقتك ليا، جدا، ميرسي. وميرسي على وقتك ومجهودك معانا، وإن شاء الله تنورينا وتشرفينا مرة تانية إن شاء الله. ان شاء ميرسي الله. جدا لحضرتك، نقول لك باي باي ونشوفك على خير إن شاء الله. إن شاء الله. ميرسي شكرا. جدا لحضرتك، شكرا، باي باي، السلام عليكم، مع باي. السلامة.